شكرا احنا كاتحاد شعبي جمهوري اليوم طرحنا انفسنا على الساحه السياسيه على 22 دائره انتخابيه على اساس ان نكونوا بدلاء للاحزاب اللي حكمت ولا كانت في المعارضه واللي حتى حد مشكل هي فشلت وفشلت فشل ذريع في السنوات الفارطه. فاليوم احنا نعتقد انه منذ الانتخابات الرئاسيه الفارطه طرحنا طرح غير السائد غير الموجود على الساحه السياسيه، خطابنا مس المواطنين التونسيين، مس الناخب التونسي خطابنا عبر عما يختلج في صدور المواطنين التونسيين، خطابنا تحس عند المواطنين التونسيين، وإن شاء الله بإذن الله يكون عندنا كتله برلمانيه باش تطرحوا المبادرات التشريعيه التاليه، أول مبادره تشريعيه باش تطرحوها هي نرجع ونقول ونأكد اللي الحمائيه القطاعيه الذكيه اللي هي الوحيده الكفيله باش تحسن في قيمة الدينار التونسي، الوحيده الكفيله اللي باش تشغل وليداتنا في مؤسساتنا، الوحيده الكفيله باش تحسن من عزج الميزان التجاري المبادره التشريعيه الثانيه هي مبادره مبادرة منع السياحة الحزبية ولو حتى التجأنا لتعديل الدستور كذلك فما مبادرة تشريعية تهم سحب الثقة من النائب فأنت اليوم تغزلي على أساس أنك ترى عندي من الكفاءة ومن المصداقية ومن النزاهة أني نجم مثلك لكن بعد عام ولا عام ونص تلقاني نخذ في مصالحي شخصية فعندك الحق باش تسحب مني الثقة كما ب 10,000 صوت طلعتني 10,000 صوت نجم تخرجني كذلك هناك العديد من المبادرات التشريعية الأخرى كما بعث المجلس الأعلى للصحة المجلس الأعلى للتربية اللي يلزم يكون موجودين فيه لي اللي دو تيران اللي يخد بوسير تيران بيكون مثلين فيه النقابات الكل والكفاءات مشكلة النقابات لان نعرف أنه أحياناً الصندوق وإفرازات الصندوق متكونش كيما يحب المنظورين بتاع النقابات شكراً شكراً